التسعة واحد عشرين دقيقة مازلنا مواصلين في الفري فود لانفو حادثة القروان ومحاولة حرق المدير وحرق نفسه وحرق القائمة العامة هريج مرحبا من جديد بالضبط مازلت مدام عواطف مشكورة معنا باش تكمل لنا تفاصيل الحكاية وصلنا إلى حد أنها حاولت تستنجد بشكون موجود في المندوبية مدام عواطف تفضل كلمة ليك استنجدت بشكون في المندوبية جيوا معايا أشخاص زملائنا في المندوبية عاينوا الوضع الموجود عاينوا المكتب متاعي بالليسانس والبريكية موجودة ودبوزة الليسانس موجودة في المكتب متاعي عاينوا حالة السيد المدير لين جت الشرطة جت الشرطة قابلت عليهم ديجا هما موجودين غاديك التلفزة ما غادروش المؤسسة معناها كانوا مصرين يحرقوا اي موجودين ما غادروش المؤسسة ايوه موجودين كي جات الشرطة لقاتهم قدام المؤسسة هو شنو الاجراءات اللي اخذتها في حقهم شنو الشرطة اش عملت معناها الوليد توقف ولا هزتهم الشرطة على ذمة التحقيق ما عندكش فكرة شنو القرارات وشنو الواحد ما عندي شي فكرة الحق انا الحادثة هذي مأثر عليا ديجا الحادث توا وقاعدة ديجا نعالج عند طبيب نفساني والحمد لله عليكم الحمد لله عليكم مش مستوعبتها معناها التلميذ يقوم بحرق تعرف مش مستوعبة كل شيء كنت نتصوره من احنا المدرسة نتاعنا في اللونتوراج نتاعها البيئة نتاع التلامذة اللي عايشين فيها يطلب اخصائي نفساني للتلامذة وراسلنا قداش مرة المندوبية باش تبعث لنا اخصائي للتلامذة راهم يعانيوا بالحق التلامذة نتاع اعدادية بيت الحكمة يعانيوا من برشا مشاكل انت اللي عواطف توا في الوضعية هذه تحس في روحك مهدة باش تواصل في نفس الاعدادية بالضبط والله توا انا ديجا قلت لك قاعدة نعالج عند طبيب نفساني مشني مستوعبة الحكاية هذه كنت نتصور ما نعرفش يقع تكريمنا يقع ما نعرفش ما كنتش نتصور باش يقع رشنا بالمادة البنزين كم باستقبالك سيد الوزير مدام عواطف نعم كم باستقبالك سيد الوزير شنو تم استقبال هل استقبلك وزير التربيه لا نو لا اتصلتش بيك اي جهه الاداره الجهويه اتصل بي سيد وزير التربيه اي اتصل بيك المفيده يعطيك الصحه انت الشجاعة الموقف كيفاه نقزت عليه التلميذ ومنعت الكارثه هذه يعطيك الصحه العواطف وكل التضامن معاك الوضعيه صعبه ولات الخدمه في الوسط المدرسي ولات صعبه وصعبه جدا يعني انا نطلب المسؤولين الى المدارس اللي فيها مشاكل أيوة. الاهميه القصوى خاصه الامور النفسيه للتلميذ رانا راهم ثم مؤسسات وبين معدديه بيت الحكمه لازمهم اخصائي نفساني كي نقول يوميا بالضبط وزاد حاجه اخرى اعداديه بيت الحكمه تنقص العمل كان جاء عنا احنا نهارتها عامل في البيت ما يخليش الاولاد ما يخليش احنا ناقصنا العمل عندنا ثلاثه عمل اللي مات معوضوه واللي خرج ريتريت معوضوه واللي قدم استقالته معوضوه عندنا ثلاثه عمل خرجوا بين عنا والوسني نعيش وضع معناها نهار كامل في البيبان والمدير دي يسكر في البيبان كله شكرا ليك مدام عواطف على التدخل معنا وشكرا ليك زاد على شجاعتك الحمد لله على سلامتكم انقذت المدير والتلميذ بيد وزاد وانت من كيرسة كبيرة شكرا ليك مدام عواطف الحمد لله على السلامة حياتك صح حياتك صح نجيب شنو وين ماشيين بالشيء هذا يا أخوي العزيز هاي جريمة في صفاقس ولد صغير 23 سنة يقتل بوه أمه كذا هاي جريمة في باجة يبدو زادة في نفس الحكاية يقتل بوه أمه تلميذ عمره 16 سنة 17 سنة في جربة تلميذ ينتحر بكالوريا في نابل ما الذي يحصل أخبار قاعدين نسمعوا فيها فقط وإلا أمور يعني تخلي علينا أن ننتبه برهان علينا أن ننتبه حقيقة لأنه فما مجتمع مريض هذيك حقيقة المجتمع التونسي مجتمع مريض هذه حقيقة وصيرتو الصغيرات تو هي السيدة القائمة العامة يعطيها الصح قالت يلزم أخصائي نفساني في بعض المدارس صيرتو في المناطق الداخلية أراو في ملك الشباب ما عند حتى وسيلة ترفيه في الدنيا
اللي بقى لها للاسف كان وسائل التواصل الاجتماعي ما عنديش راه تمشي تلقى الثقافه مسكره تيرا مسكر المرجعيه نتاعها تقديس ابطال العنف والعنف والكذا وبدون لا قيم لا مراجع ولا حتى شيء ولهنا بورين تو الطفل هذا عمره 17 عام ويقرا 9 اساسي ريتك الحكمه بتاع التعليم قبل وقتك التكوين المهني والتشغيل ما انت اذا كان تو بجا ربي لهنا 9 اساسي وعمره 17 وين به تيب الصيف باش يولي عنيف من الوضع معناتها يفوت زملاء وباربعة وخمسة سنين في العمر معناتها اللي يقراوا معاه فرد قسم ما انت لهنا يلزم إعادة نظر نظرة شاملة للتعليم والجنرال في تونس يلزم نظرة شاملة يلا لشهر وبعد نرجع لملفات الشاشة السيزية التسعة وعشرين دقيقة ملفات الشاشة مباشرة مع أريج الحمروني ولكن ظهر لي مش مباشرة علاش مش مباشرة خاطر عندي فورد كل يوم لقيت هدايا اللي باش نحكي لكم عليها يلا من نهار الاثنين بدا التيست درايف تور اللي منظمته فورد في عدد من ولايات في تونس وين تنجموا تمشي وتجربوا لقام فورد فوكيوس فورد كوغا وفورد رانجر ديجا زياد الهاني مشى جرب يبدو مشى لسليانة جرب الواحد خاطر مش يتعدى هي ما غاديك من سليانة البداية كانت في باجا بعدها سوسة والمستير وصفاقس وغدوة الموعد باش يكون في كيوسك شيل سيدي بوزيد من 9 بتاع الصباح للأربعة بتاع العشية ما تنساوش حتى 16 جوان فورد تيست درايف تور باش تكون في عديد الولايات وين تنجموا تمشي وتكتشفوا القام فورد وتجربوا وعلاش لا تستمتعوا بالتخفيضات اللي من بيناتها كارت كاربيغان بقيمة 5 ملايين اي نعم 5 ملايين على كل كوموند دان فورد رانجر اللي سومها يبدأ من 159 مليون و900 نذكروكم اللي غدوة فورد تيست درايف تور باش تكون في كيوسك شيل سيدي بوزيد هذه كانت اليوم فورد يلا ملفات الشاشة لأريج بعد لك برهان تفضل سيدي جست ثم توضيح جانا فني من عند زميلنا الكبير سي ابراهيم الفسلاتي اللي هو قاعد يتبع فينا فني في تحير سي ابراهيم البرنامج نسلموا عليه يقول لنا بعد ما يصبح على الجميع قروا على يمين الرئيس تم وزير الداخليه وزير التجاره وعلى يسار الرئيس تم وزير الخارجيه وزير الاقتصاد ثم وزير التعليم العالي والبقيه راهم مستشاري الرئيس يعني موجود سي سعيد وزير الاقتصاد كان موجود نعم. ولا وما كانش موجود وزير الدفاع نعم. سي سعيد ابراهيم قوس صغير نحب نقول البارح راهو نتيجه في عدم انتباه ثم عريضه في شكل رساله مفتوحه موجه رئيس الجمهوريه نشرت في لابريس وكان فيها طابع عنصري تبين انه بعث شخص اسمه مختار الزواري من صفاقس ما عندهاش علاقه بالاستاذ غدوه بنحكيو مع صفاقس الجريده راهي سحبتها وجماعه صفاقس تبرأت قالت ما عندها حتى علاقه بالجريده راهي سحبتها لابريس سحبتها بتدخل من زميلنا في شكري رئيس تحرير شكري بن نصير رئيس المدير العام للمؤسسه بالضبط وتم سحب العريضه أكيد. والاعتذار عليها يلا رغم كي هبطت ما نعرفش اسك هذاك علي قلت الغدوه باش نفصلوا اكثر باش يكون معنا نحاولوا نتصلوا برئيس جماعه صفاقس كما يقولوا الفرنسيس الماليفي معناها في جريده كيما لا بريس وهبط هكا شوف التقارير اللي خرجت عليها نذكر عريضه طالب بطرد الافارقه وتذكر كي العاده بالمؤامره وبالحكايات هذيا وبالواحد غدوه باكثر تفاصيل السيد زياد باش نتعرضوا للمساله هذيا انترتون يلا اريش عندنا في الملفات باش نحكيوا على موضوع اول موضوع اللي كان البارح في برنامج اللي ما تحكيش مع سلوى بن عمين بسيس الهوني في اي اف ام البارح بحضور الاستاذ محمد ميكني الموضوع اللي يهم برشا او شريحه كبيره ودمرت برشا عائلات في تونس اللي هو قانون الشيكات والاستاذ محمد ميكني كان اثار حتى انه المواطنين يتحاكموا على شيكات اقل من 100 دينار خلينا نسمعوا الاستاذ شنو قال ساعات تلقى هارب من العداله ولا محكوم على شيك فيه 100000 وساعات حتى اقل من 100000 وتلقى محكوم غياب ويعترض ويشو يبدا فيه صدر فيهنا في منشور بالتفتيش ويشدوه مع تعاون الامن وهيزو يعترض على شيك ب 30000 على شيك ب 30000 اللي هو ينجم يكون راو كما قلت انت منذ قليل راو حتى في فتره الكورونا والحجر الصحي وحضره تجول برشا مؤسسات تضرت من الحكايه هذه خاطر ما عادش عندها باش معناتها تخلص الحرفيه نتاعها التجت لاصدار بشيك دون رصيد به خلينا من قصة الشيكات موضوع طويل وهذا الفصل سيء الذكر 411 هذا المجزرة اللي عبيت تدخل في حبوسات ولا المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذيك حكاية
اما شيك تاع 30 دينار يقفوا عليه العباد في الحبس وغزل قد يكلف. هنا مسؤوليه شكون يا جماعه الخير؟ شوف النقاش في الشيكات راهو نقاش لازم ياخذ اكثر من بعد. لا لا مش, مش نقاش في الحكايه هذه. في الحكايه هذه شوف انت خذيت عين. اما باش نقول لك الشيك ب 30 دينار هذاك لهنا يتحمل مسؤوليته اللي يصدر الشيك رقم واحد. انا باش نعطيك من الاخر البنك عليه ما تغطيش. البنك يا خويا البنك عليه ما تغطيش شيك ب 30 دينار. كي انت تستمتع بالخدمات كل نفس في البنك تقول صباح الخير باع دينار و200، صباح الخير باك الكارتا دينار و400. جاوبك يا بوريك. ب 30 دينار ترجع في شيك. جاوبك يا ناجم يكون مشى استقل خرجته في الروج الى الحد نتاعو وكونه ما عندوش حركه في الكونت نتاعو. راو الحديث في الشيكات راو مش حديث غير عقلاني راو قصه انه ماهوش كلاه. ما نعرفش متاكدين منها نجيب تو كونفيرم كلام المحامي اليوم حتى بعناها ب 30 40 مش على 30 40 تمشي للثلجه اي فوق ال 30 تمشي فوق هكا في القانون التونسي فوق 30 الثلجه بتتشد على على شيء كيما قالك حسين ينجم وصل البلافون بتاعه في الروج خي البنكة ما هو ماكينه هي البنكة مش معناتها بشر ما نجموش نحن تعرف انت قد عندك من راي الاحصائيات فظيعه قد عندك من مواطن تونسي هارب في لاكيت شيكات ولا هو علاش لانك لهنا منظومه الشيكات في تونس محتاجه الى اعاده النظر لانه الشيك راه وسيله خلاص مش وسيله ضمان. نحن في تونس نتعاملوا بالشيكات كوسيله ضمان واللي هي اشكال كبير تخلق المنظومه البنكيه نتاعنا لزمها ريفورم كامل اصلاح كامل جدا حتى في الخلاص الخلاص كي تعمل معه بشكل بسيط خلاص راو كيف وكيف الفلوس مقابل صك مالي مقابل هذا مقابل هذا ما تنجمش ما انت خذها سيدي خذ اللي يبيع او اللي بعطاس خدمه مقابل اجر مالي وانت اعطيته شيك ما خلصش فيه ما عندوش التزامات يعني خذيه ما عندوش علاش 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 فلوس علاش 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 عند الانجليز اللي يتحاسبوا اللي خذي الشيك مش اللي اعطاه قلت لك عند الانجليز ما فماش الواقع قال له مش كنت قلت خذيت ماكش متاكد ايواش مرة انت عند الانجليز الشيكات والحاجه ماهيش دارجه كما اللي عندنا نحن راهو نحن قلت لك الشيك اصبح وسيله ضمان راهو الشيك راهو اداه خلاص هاي ولات استنزاف هذه المشكله استنزاف للاقتصاد استنزاف للمنظومه الجزائيه راهو في الحبوسات العباد اللي متشرده خويا وقف علينا الشيك وعرف. عندكم شي فكره على القانون الجديد اللي اقترح فيه رئيس الجمهوريه لمعالجه المساله هذه؟ نورمالمون ماشيين في باش الشيك ما يكونش بتاع سلب الحريه. اذا شي يكون العقوبات البديله فيه؟ مازال يحضروا في مشروع القانون ما تقريبا باش يكون بتاع تنفيذ مباشر معناتها كيما الكمبيله. كي الكمبيله معناها نجي الشيك نقعد نجيب الغالب هات مريولك هات اي حاجه هات كذا ما تدخلش ياثر على الحياه الاقتصاديه توصيل لانه حياتك الاقتصاديه قام زاد على الشيكات وغزولك حان الوقت نلقاو حل في الموضوع هذا لو لقاو حل معاك نلقاو حل اما مش بك الرميان هكاك تنعملوا نص قانوني ولا تنمشي مش راهي منظومه كامله الاقتصاد البزنس نتاعك يا بران قايم على الشيكات نجموا نعملوا محاولات نجم تحد منه زياد بربي انا قصه الشيك سيرتيفي علاش مش شيكات البنوك الكل نعطيك هي شيك في الاصل انه يبدا الشيك فيه على البنكة ضامنة أن الفلوس هذيك موجودة أخوي تولي العباد ما نتعاملوا في الشيكات لا مش لشكل كل سيرتيفي شيك سيرتيفي خاص ايه؟ يلزم فيه طابع متاع البنكة تتأكد أنه عنده في الكونت متاعه هي واللي هوك مع كل شيء خلينا نسمع زياد في الموضوع هذا وانت تعرف آلاف مؤلفة المئات الآلاف العباد قاعدة راهو استنزاف مالي استنزاف يحكي له راهو جلسات دراماتيكية راهو عباد حتى كبار في العمر 80 سنة يحكي له الجمعة اللي فاتت في المحكمة عندي صاحبي ماشي جاي على الواحد قالها يا بنتي خليني نخرج راني باش ندفع عندي البرة وباش ندفع الواحد انا عندي قانون ما فماش في الحكايه هذه فهمت هو 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 المفروض ان البنوك ما تعطي في الشيكات وربما تكون مضمونه الا بقدر الرصيد المتوفر فهمتني عندك حتى لا يمكن لك انك انت فني باش تتجاوز لهنا يلزم رقابه وصرامه من البنوك زاد في الحكايه هذه قبل ما نغرق البنوك ما يقلقهاش وليت نحس وكان البنوك ماذا بها يرجع سون بروفي باش هي تاخذ اللي فري والحكايه هذيك البنوك ما يقلقهاش وصلوا يعطيوا مان شيكات الموتى راهو المتحايلين باسم الموتى يهز بطاقه تعريف بتاع 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 ميت ويطلع بيه كارني تشيك ويبدا يملس على بعض وين هنا مسؤوليه شكون والا نحن ثم حاجه اخرى تو مع التكنولوجيات فهمتني الحديثه فهمتني هذه كيما عندنا الدفع فهمتني بالبطاقات اللي تقع على الاجهزه المربوطه فهمتني في البنك لما لا ونحن عندنا فهمتني اولادنا اللي يخدموا في اللوجيسيال هذوما فهمتني وكذا هو انه تكون ثم اليه فهمتني من البنوك للتثبت من الرصيد يعني انا فهمتني بايع
كيما عندي ياك الماكينه هذيك بتاع الكارت باش تخلص بالكارت، اذا كان الكارت ما فيهاش يقول لك يطلع لك ريفيزي، فما شيء ريفيزي. دونك تكون نفس الطريقه في الشيك، ونحن قادرين على هذا. دونك انه نفس الطريقه في الشيك انت كي تعطيني في الشيك هذا يرتحك سي زياد في جانب كبير وقت اللي تعاملوا مع الشيك كمعطى ربح. اما كضمان هو واضح معاك يقول لك راني باش نعطيك شيك غارانتي، راني ما عنديش في الكونت، اما هذا تحمل مسؤوليته لانه شيك بالقانون. سامحني الشيك راهو بالقانون راهو وسيله دفع حينيه، والقانون يعاقب. رد بالك راهو اللي عطاه واللي خذاه في تونس. بورين هو كي يعطيك الشيك راهو مش معناتها هو مش السك بتاع خلاص كي يعطيك الشيك ضمان انت ماكش باش تصبه بطبيعته. هي اغلبيه القضايا، ونشكر بالمناسبه الزميله القديره الرائعة اللي أثارت الموضوع، اللي أثارت الموضوع. زيد زين نجيب زيد خلنا ناكل مكرونة اليوم بالقدر. سلوى منه زيد خلنا ناكل مكرونة بالبسيس، واللي اللي حط صباح عدي حقيقة مش اللي يجي. وهذا كدور الإعلان أضرب يا طبال زيد كدور الإعلان أضرب يا طبال أضرب أضرب خروح ناكل مكرونة مليح ونجموا نتقابلوا وياك وقت نلعبوا. أضرب 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 شي تبيع تحكيت الشيكات امشي الاخبار الموالي بس باش نحكيو على خبر اخر. او هو يجينا ستاتيو فيسبوك على زوز مراحل دو ستاتيو فيسبوك من عند مدام ألفة يوسف اللي قدمت فيه نصائح للمقبلات والمقبلين على الزواج كما قاعدين تشوفوا في اي اف ام تي في. بالنسبه للمقبلات على الزواج مدام ألفة قالت لهم تجنبوا الرجال اللي ياسر يحبوا امهاتهم، ومعناها كما هي قالت قعدوا ديما تحت أمهاتهم، أنه الكون يدور حول أمور دبالك من الرجل هذية. بالنسبة للمقبلين على الزواج الحقيقة النقاط شفتها أنا كانت أطول بيسر بالنسبة للرجال، قالت أنهم يلزمهم يتجنبوا المرأة اللي تشكي من كل شيء، وما يحاولوش يلعبوا الدور اللي ينشد الإرضاء متاحة. فأساس الهستيريا بمعناها النفسي العلمي للاجتماعي المسطح هو عدم الرضا وطلب التعبير عن الحب الذي لا ينتهي بالأسئلة لأنك تحبني ما تحبنيش، وهي ديما طالب بالمشاعر نتاعها. احنا توا زوز تدوينات فيهم كذا، لكن انا اليوم لضيق الوقت عندي التدوينة الخاصة بنصيحة ألفة يوسف للمقبلات على الزواج. قلت لهم تجنبوا السيد المتعلق بأمه تعلق مرضي. جماعة الخير ألفة حطت يدها على حاجة معناها تابو ما تحبوش تحكيوا فيها، خاطر اخزر لي راو على مستوى الهيكل النفسيه بتاع الذكر راهو متعلق، كله متعلقين تعلق مرضي بامهاتي. شوف هيا حسين في العلاقه الاسريه في تونس معقده وتركيباتها ياسر. انت المدام الوالده والمدام الوالده مش بهم مش عامل في التوازنات. والله متوازنه بطبيعتها الامور صافا لا باس، علاش في القدام مش توازنات؟ انا نومي بلاتي ما تقولهاش لا نقولها تعمل لا نقول والدة تعمل. تعرفوا على بعضكم تقول لي شو انا نسال في واحد شو يعيد. حاولوا اعرفوا بعضكم، حاولوا تلقاو نتدخل اذا فما سوء فهم نحاول نحلو. ما عرفت الواضح العلاقه امي واضحه بعلاقه امي، علاقتي بمرتي واضحه. دونك لا هذا في هذا، اما جست عرفت لهنا الحديث اللي خاطر ساعات نستسهلوه انه كل شخص يجي يعطي رايه في علاقات. راهو انا نوم بقول الدرويش لا نصيحه في الحب انما تجربك. الاشخاص الاسوياء هم الاشخاص اللي يناقشوا كل شيء. قالت لهم ألفة ما تلوم سامحني، انت اسقطت تجربتك، انت عندك مشكله مع اشخاص مثلا. شو قال لك يا اسوياء؟ تجربتها في الحياه معرفتها علاقاتها اسقطت تجربتك. اسقط تجربتك لانه ما تلجمش تجي تقول واحد والله تحب امه واختار ولا جيت 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 من الاخر جابت من الاخر. ردوا بالكم راهي خطره هذه فيها برشا مشاكل تحصل بين لانه المشاكل في العلاقه مرته وامه مرته وامه وقت اللي تدخل في علاقه عرفت من يسيطر المهيمنه. كي تدخل في منظور العلاقات الفرديه بين الاشخاص كي تولي تحت علاقه الهيمنه دوميناسيون شكون يسيطر عليك امك ولا ابوك، لهنا تحكي على مجتمع غير سوي، تحكي على علاقه من اصلها غير سوي. لا بامك لا ابوك، لانه اذا كان انت علاقتك البشريه حسون حسون كان جات امك مش راضي على المدام تاخذها انت ولا انا باش نعرس اي انا نرضي امك قالت لك ما نرضاش عليك يا حسان بعد ما وليت شيوعي خسرت لك شيوعي لكن انك تاخذها. نفترضوا لو هي ما صارتش لكن لو ما تفترضش لانه بين امك ومرتك علاش ما تصيرش بين امي ومرتي هاي. امي لسبب بسيط حسي مثل مثل لسبب بسيط ان شاء الله تسمع فينا المدمه مره ثانيه. يلا نجيب انت سنينة هنا بين الوالدة
وهذا كلام وهذا كلام هذا مجرد طرح السؤال جريمه. علاش تلم كيفاش تقول هذا كلام وهم يكملوا بعضهم راه اللي ما تقولش يكملوا بعضهم لا شيء نفسانيا لا يكملوا بعضهم لا شيء يا ولدي. حذام اللي كانت ربحه معانا حذام اللي كانت ربحه معانا قالت لك بويا وامي ورشيد يجي بعد انت بمنطق شنيه بمنطق انا هذاك اصلي انت ما هذيك عائلتي خلص مع زيدون خلص مع زيدون وانت جزء من عائلتي عملت المخايره راهي غلط قالت لهم ردوا بالكم هذاك ما تاخذوه شكل متعلق تعلق مرضي بامه راهي حياتكم طين تولي. شوف انا رايي نرجع للاصل وليس للنتيجه. الاصل اروع ما تم توصيف العلاقه الزوجيه به الايه الكريمه وجعل بينهما موده ورحمه لا. عندما تتوفر في الواقع الموده والرحمه هذيك الباقي كل ما عادش عنده حتى حتى معنى الام والزوجه حتى معنى الزوجة. شوف بالنسبه فهمتي ثم مشكلة السلطه مشكله فهمتني قائمه تحب ولا تكره الأم عندها تعلق بولدها هي اللي ولدت وهي اللي كبرت وهي اللي سهرت وهي اللي كذا وهي شافته يطلع بشوي 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 في قدامها فما تقبلش بسهولة أنا فني بشجي فني في لحظة تعطيه باش تهزو واحدة أخرى. المرأة وقت اللي خذتك الراجل هذيك هي في بالها باش تتحرر من السلطة متاع دارهم باش تولي هي ملكة في دارها وهي سيدة دارها فهمتي والاسره فهمتي بتاعها وبالتالي ما تحبش شكون يشاركها بالضبط. في راجلها اللعبه غاديك. انا نظن اللعبه كلها موجوده فهمتي عند الراجل أنه اللي هو يلزم يعرف كيفاش يوازن بيناتهم الاثنين مع الاشاره بل ما نمشي الى انه الاسره راهي هي اللبنه الاساسيه في المجتمع بصلاحها يصلح المجتمع. خساره تو نشوف الفرشيشي يستعد راهو باش ياخذ معنا الكلمه وتذكر تاريخه في الشيشي ما عملش ما تحكيش ما تحكيش استر مستر استر مستر ربي مع والدته استر مستر ربي مع مرته قال لك تبي يدخل القاضي الكل كي يروح من وزاره التجاره اش كان يعمل مشماش طول يمشي لمرته وامه تبدا يا محمد علي جبت لي شي حويجه حويره مشماش حويره مشماش لطفوا برا صاير فيه اخزر حتى هو شاد صحفه لبلابي وقاعد حياته ولات لبلابي يخزر هاو جايينه هريج انت هريج تتقلق الحقيقة أنا نتصور روحي عكس اللي قالته مدام ألفة يوسف نتجنب أي راجل علاقته ماهيش بتلك الطريقة مع أمه إذا كان هو ماهوش متعلق بأول مرأة في حياته التعلق هذيك وما يحبش المرأة هذيك أكثر من أي شخص آخر مانيش باش نربح أنا معاه ومش باش تكون عندي معزة عنده. واو صغيرة لا لا والله سانسيغمون خاطر أنا عندي أم كلام شعر لا مستحيل شنو كي تشوفه متعلق بها برشا وكذا مستحيل كي درش نعمل أنت ما تقلقش كي درش نعمل مانيش باش تحط فرد ماكينة معاه اي مستحيل داخل حرب خسرتها ما عندكش الحق تدخلها اصلا رد بالك تدخل حرب بينه وبين امه هذه والله نصيحه للي قادمين تحب تربح راجل يا جماعه الخير اضم صوتي ويا حكمة من عند اريج رغم صغر سنها وانا بلغت لها رغم معناها قد الذهب مني الشيب مذهبه اسمعوا فينا يا بنيات على الرأس مني شيبة يا بنيات كانت تحب تهني وحتى يسمعني ما عنديش حرج نحكي بالمنطق كي الرجال يحبوا يهني والبنيات يحبوا يهني ورد بالك تدخل في العلاقة بينه وبين أمه بطبيعة مع كامل احترام لكرامتك ولحريتك ولكذا ولحقوقك كاملة لكن لا هو الميزان عند الراجل في هذاك راي فرويد هذه فرويد فما غنية حطتها ريش في تليفون هي. كيسوني هي. سمعتك في التيك توك قص البطاطا على شضري حركت تجيلك ونارك لا والله لا هانم تو فما بعض المستمعين حطها على الراحت اي شو هذه رجيب قال يعوذ بالله شنو غنية ولا يعوذ بالله شنو علاقتها بالعلاقات الزوجيه هذه هي تحكي وحباتك وكذا لبس صلى فما معنا في التراث هذيك هلم ولم 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 والعياذ بالله والعياذ بالله تبللوه الفرشيشي عرسه كامل قال لك اربع سوايع وما يغنيو كان في اللم ولم وهاي المصير بتاعه فرشيشي اين انت اهلا بك يا برهان وخليني اقول لك ساعة امي ربي يرحمها الله يرحمها الله يرحمها طبعا امهات الناس الكل راضي عليك راضي عليك نعرف يا دليل في عمري الله امي يا لحني حنون ببكي الله قالوا الحب كفاية عليكي خليني اجيب لك حبي كفي الله ربي الله. يرحمها ربي يرحمها ويرحم جميع الامهات وخالتك سعاد ربي فضلك يا دليل به في باب الزيرة في باب الفلة في الدخلة نتاع باب الفلة عند ولد حنيفة ولد حنيفة شخصيا
جو اللبلبي اخويا. انا باش نعمل صحفه هرقمه. انا بجيب ورين. راك هرم من اهرامات تونس. راك مرحبا بك. يقول لك راك هرم من اهرامات تونس. ربي يفضلك زورنا اخويا على الاقل. جاب علينا اكيد هذا كلام توا. زورنا اخويا. اسمع ولم يستطع اي احد الاطاحه بلبلبي ولد حنيفه حتى لتوا رغم المحاولات الكل. لازم يطيح اللبلبي نتاع ولد حنيفه. ربي يفضلك ويرحم والديك. الحمد لله والحمد لله. باش نعمل صحفه هرقمه. مرحبا نعمل خويا. هرق ما فيها كعبة عظم وزيت زيتونة ورشة كبار. الله الله. قداش؟ شو قداش؟ اي. السوم تقول انت وزاد مرحبا. السوم اللي نقول عليها. انت حتى حتى لا ابار محمد علي للمواطنين قداش؟ مرحبا بيك. كذا برهانة. ابار ليك انت تبارك الله تدلل يا دليل الناس. توا قداش صحفة لبلابي عند ولد حنيفة قداش تعمل؟ مرحبا بيك. حتى انت على راسي علي. جيب معنا جيب الزيري ولا لا؟ يا خويا تعبوا يزيد صعبة غدا ما فيها تو تو صعبة. ربي يفضلك. ربي يفضلك. نزوالو صعبة. لا يعيشك. ربي يفضلك. حاج ربي يفضلك. احنا حابين نبداوها بضحكة. مرحبا مرحبا. خلينا نعملوا الجولة خاطر باش نوصل برهان يشوف لهنا الكويس نتاع الفولي تتباع ب 6500. الحمد لله. مرحبا. ربي يفضلك. أهلا بيك يا عم. ربي يفضلك. ربي يفضلك. أيوا ها ها. يا برهان هذا مستمع وفي كل احكي لي كل يوم شنو حكينا احنا في اي اف ام ويحكي على نجيب الدزيري. هو في الاصل ولد جفايات هو. اي اخويا اي نسبيهم يا داليه باهي. عايشك عايشك. باش ندخلوا توا احنا كما قلت نهار اثنين يا برهان نوصل لباب الفله غادي سعيد باش تلقى اسواق معناها. اي دونك يبقى باب الفله ديما ملاذ. نحن وي ونشوفوه. خلينا نقدموا غاديك. هاو اللحم غاديك يا سيدي. هذايا اللحم ريفورمي والهرقمة. خرج هو الراجل من الحانوت. هذاك الريفورمي يا؟ الريفورمي الريفورمي. ما نجموش نحكيو برشا. هذايا بون العناكش. العناكش. نتاع الدان 6500. هما الكويس اللي قلت لك عليهم يا برهان وريهم في البلاك عاد. على عينك يا معلم. 6500. عايش. اي خارق العادة. 6500 ولا. هذوكم بيلون. ب 6000. هاي هو واحد لهنا في باب الفله راهو ينجم يعمل فطور. باهي 6000 اسوان شعبيه. البيلون 6000 معناتها هذاك طيب به طنجره. وي الحمد لله مازال خير غادي في باب الفله خويا. تقريبا من ارخص اسواق العاصمه. يظهر لي ارخص سوق في العاصمه. يظهر لي ارخص سوق في العاصمه او باقي لهنا الكويس 6500 لهنا العناكش ب 2000 خارق العادة. البيلون ب 6000 خارق العادة. دونك تريبيا 8500 تريبيا. مش بالكعبة دجاج. هذه الكعبة دجاج. كعبة دجاج 8500 دجاجة. معقول. 16 دينار و500 هكا مش ب 17 و الحمد لله. قداش؟ وكل ولا هنا الكعبة دجاج ب 57 اخشن شوية. اي. دونك وهنا اللي ديما اللي اخشن انت والكاليبر ب 8 دينار. اخشن زايدة بدينار. ديما ب 8 دينارات الهرقمة هوني ب 6 دينارات. اي. كانت تعمل هرقمة معناها. اي مع اللبلبي. الحمر الراس. اي. الحمر الراس ب 3 دينارات. اي. تو يشريوها ثم اقبال عليه. بالطبيعة ثم. اي. تريبيا دلي. المفروم 19 دينار. الله الله عليك. دونك هذه باب الفله في نهار الاثنين نهار فيها. الاسعار كالعاده. الاسعار كالعاده مازال الاسعار ديما بالضبط مقبوله والاسعار ديما معناها في متناول لهنا. يعني اقرب لجيب المواطن. ما نحبش نقول كلمه في المتناول باش ما نقولوش درسوا. انا نقول لهنا اقرب لجيب المواطن من غير من بلايص اخرى. يعطيك صحة دليل. ميرسي بوكو. شكرا لك. واحنا نتقابلوا غدوه باذن الله ان شاء الله. وديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح. يعطيك الصحه. هذا كان وجه السوق. كان الجزء الاول توا من ايميسيون امبوسيبل. جزءها في الحوار الصباحي اليوم باش يكون معايا وزير الماليه السابق الاستاذ حسين الدماسي الخبير الاقتصادي والوزير السابق حول تطور الملفات الاقتصاديه في البلاد على ضوء انتظار مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تبقوا معنا 40 دقيقة معايا على المباشر سي حسين الدماسي. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. شنو أحوالك يا سي حسين؟ طمنا على الصحة الساعة أول حاجة. يعيشك يا سي برهان بارك الله فيك. ربي يفضلك. شوية وبرا ما لاباس. لاباس مازالت البركة. مازالت البركة. إي مازالت. سي حسين وأنت نعم. تتابع الأجواء بتاع صندوق النقد أكيد مطلع على الاتفاق الفني الأولاني ولو
طلبت منك النصيحة تو على الهواء مباشرة لرئيس الجمهورية، تقول له شد صحيح في التكتيك التفاوض هذا، ولا قل له ولا تنصحه يصحح وينطلق في الإصلاحات كما حببها صندوق النقد الدولي، شو تقول له سي حسين؟ اي شوف تو القضيه نتاع الفمي يزلنا معناها نعملوا نولوها من زوز اوجه. اولا هي في حد ذاتها ماهيش مهمه راهو بالنسبه لنا الاقتصاد، راهو حتى ولو يوافق الصندوق من ناحيه الحجم نتاع السند اللي باش يعطيه لنا ما هوش حاجه، يعني حاجه ضئيله جدا. اما يقولوا ما هو باش يحل لنا الابواب مع بقيه الاسواق. هذا هو الجانب الثاني. ما قلت لك نشوفوها من زوج جوانب. اي الجانب الاول قلت لك شنو تاثيرها لو كان مباشر، يعني علينا ما هوش حاجه كبيره. التاثير غير مباشر هو فعلا يخلي بقيه المنظمات المالية العالمية تولي معناها عندها استعداد ولو معناها يعني نسبي للتعامل معنا، فهمتني؟ أما على كل حال الباب يتحل، ما عادش مسكر كما هو توا يكاد يكون معناها بالكامل. الحاجة الملاحظة الثانية هو صندوق النقد الدولي راهو مازال مستبعدة باش معناها يعني يوافق على الشيء اللي تعهد به في اواخر السنه الماضيه. هكا سي حسين شوف انه مستبعد ان يوافق. اي مستبعد يا اخي، مش مستبعد. مش هو يلحلح بينا باش نوافقوا احنا اللي ماناش موافقين؟ لا 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 كيفاه؟ نقلبوش الايه عاد. تي رئيس هو اللي قال احنا رافضين الاملاءات وكذا ولا؟ استنى عاد استنى يا برهان خليني نكمل الفكره. هو عنده شروط يتعامل معها مع كل بلدان العالم، مش معناها مع تونس برك. معناها ما يعطي السند اللي في ظرف ازمه، خاطر هو راهو صندوق النقد الدولي ماهوش بنك كيف بقيه البنوك، راهو اسمه فيه، هو اسمه على جسمه صندوق، وهو صندوق اغاثه، هو ماهوش مثلا ما عنده حتى وجه مقارنه مثلا مع البنك العالمي والا مع البنك الافريقي، ما فماش حتى وجه مقارنه. هو صندوق وقت تبدا انت في ازمه هو يحاول يساندك بطبيعه الحال، يضع شروط شروط باش هو حسب اجتهاده وحسب سياسته وحسب رؤيته، مش ديما صحيحه راهي. اما هذاك هو الموجود تو حاليا يقول لك انت ماك عملت اخطاء وصلوك للازمه، ماني ما نساندك الا ما تصلح روحك. احنا مع الاسف الشديد الشيء اللي قال لنا عليه هو نعاود ونكرر، مش كل ما قالوا صحيح راهو ومنطقي وعقلاني، هذاك هو سياسته مع كل بلدان العالم. يعني يقول لك شروط مثلا يلزم تخفف على الميزانيه نتاع الدوله نفقات يعتبرها هو زايده كما نفقات الدعم مثلا او نتاع المؤسسات العموميه، فهمت؟ للتحويلات اللي هي مؤسسات معناها خاصه الى غير ذلك. هذا المشكل هو علاش معناها مستبعد باش يوافق معناها هذا السند صندوق النقد الدولي، لانه هو زاد باش يقول لك شروط اخرى، يقول لك يلزم البرنامج الاصلاحي اللي نطلبه منك يلزم الاطراف الهامه متواجدة على الساحة تكون متفقة، مش معناها واحد يضرب هكا واحد يضرب هكا. المشكلة وين توا؟ المشكلة هو أنه احنا في بلادنا اليوم ما زال عندنا من جهة الحكومة ورئيس الجمهورية كل واحد عنده خطاب، مش معناها خطاب متنافق، ومن ناحية أخرى الحكومة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو أهم منظمة في المسألة هذه لازم مش متفقين تماما. ولذا ما دام احنا في الوضعيه هذه، يعني الاطراف اللي به الحاجه معناها متخالفه حتى في البرنامج الاصلاحي، وهذا برنامج قدمته الحكومه هي معناها يعني بين الاخرين. انا نستبعد ياسر معناها باش يعني يوافقوا. واذا كان موافقوش راهو باش المشكله بسوادي كبيره ياسر. سي حسين الدماسي هنا جيناه توا. رئيس الجمهوريه قال عندنا البدائل، شنو هي البدائل؟ نعملوا على رواحنا. هاك تشوف كيف قاعدين نتفاوضوا مع الاتحاد الاوروبي وحاطين بعين الاعتبار امكانيه انه مانيش باش نتفقوا مع صندوق النقد الدولي. انت سي حسين الدماسي بموجب خبرتك في المجال وكوزير ماليه سابق وعارف الوضع الاقتصادي بدقه، عندنا بدائل لو كان ما يوافقش صندوق النقد الدولي؟ عندنا بدائل، اما البدائل هذه اللي راني توا نقولها لك في بعض الجمل
بعيدة ياسر ياسر على السياسة الحالية سواء بتاع رئيس الجمهورية ولا حتى بتاع يعني الحكومة، وإن كان أبعد ياسر على المواقف والخطاب بتاع رئيس الجمهورية. كيف شنية البدائل؟ هي مثلا هات ناخذوا أول حاجة يلزمنا نعالجوها ويلزمها فيها إصلاحات كبيرة اللي هي الميزانية بتاع الدولة. الميزانية بتاع الدولة ما تصلح إلا بالشرط الآتي، هو وقت لا أنت من ترشد نفقاتك وتحسن الموارد الذاتية متاعك. معناها ما عادش للتبذير للاستهلاك لكذا تلجأ إلى الاقتراض، هو الاقتراض يعني مشحف. وفي نفس الوقت نفقاتك الأساسية يعني كتلة الأجور ونفقات الدعم وتحويلات المؤسسات العمومية اللي هي في حالة عجز وتسديد الديون منها الخارجية، هذو ما على الأقل اللي تتحكم فيهم أنت وفما عود تتحكموا فيهم عود لا مثلا الأجور تتحكموا فيهم، إذا نفقات الدعم نجم نتحكموا فيهم، تحويلات المؤسسات العمومية نتحكموا فيها، شو اللي نتحكموا فيه؟ هو تسديد الديون، مش خلينا الديون نترجعها، فهمتني؟ المشكلة هو أنه الخطاب الحالي بتاع رئيس الجمهورية مش ماشي في الاتجاه هذا، مثلا هو يقول لك النفقات الدعم ما تدسهمش مثلا، المؤسسات العمومية رابحة ولا خاسرة خليها هكاك، يعني وهكذا دواليك وال هذا الكل بطبيعة الحال ما يخليش إمكانية لبديل، وعلاش هو يبعدوا عليه؟ مش كان رئيس الجمهورية الحالي راهو، حتى رؤساء الحكومات السابقة ويعني جات من بعد الانتفاضة بعد علاش ما يمشيوش في الإصلاحات هذه؟ لأنه الإصلاحات هذه بالضرورة ثم فئات اجتماعية باش تضحي، وممكن كل الفئات هي لكني ثم فئات أكثر من فئات يلزمها تضحي. معناها لازم تتحمل درك شويه مده معينه، فهمتني؟ توا مثلا وقت انت باش تنقص في نفقات الدعم، ايش معناها؟ معناها كل الفئات الاجتماعيه باش تنقص القدره الشرائيه نتاعها، وخاصه الضعيفه والمتوسطه زاد. نعم. هذوما باش يتحملوا، معناها مشقه يلزم يحملوها، فهمتني؟ اذا كان مثلا ماش استعداد من الفئات الاجتماعيه بالاقناع بسياسه متناسقه معناها قصيره وطويله ومتوسطه المدى، ما نجموش معناها يعني نلقاو معناها يعني بديل، نقعدوا في حلقه مفرغه مع الاسف الشديد. سي حسين باش نكمل اخر كلمه، تفضل. راهو من الانتفاضه توا الشيء اللي وصلنا للمازق اللي احنا فيه توا، ولينا معناها نساسيه فهمت الله حتى في صندوق النقد الدولي على تفتوفه من لها معنى، وكان مصيرنا مربوط بها. انا 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 اقول لك هذايا نتيجه سياسه خاطئه من اصلها وما تبدلتش معناها حتى في شيء من 2011 الى يومنا هذا مع الاسف الشديد. سي حسين، رئيس الجمهوريه كان واضح يقول لك خويا انا عندي من كفه موجود فيها الاصلاحات هذه، والكفه الاخرى اسمها السلم الاهليه اولى بالنسبه لي انا، يعني بلغه اخرى البلاد تخوض يا سي حسين، نخليوها تخوض. معناها اليوم كان باش نرفع الدعم البلاد باش تخوض. لا هذا معقول البلاد تخوض، اما انت تتسادى باش البلاد تخوض من ذات تفلس. معناها ما نسنوه ما انت باش تقعد تخاف ان البلاد تخوض والبلاد باش تستغنى، شنو الكلام هذا؟ فهمتني؟ هي تو البلاد شنو بربي يا تفضل راهو لازم يكونوا منطقيين. احنا علاش الوضعيه هذه؟ لانه في كلمه نلخص الكل، فهمتني؟ لانه من الانتفاضه لتوا نصرفوا نستهلكوا اكثر من ننتجوا، هكا ولا لا؟ بالضبط. إذا كان أنت باش تواصل تقول من مسس وخلي هكا وكذا إلى غير ذلك، الوضعية هذه المسار هذا أنك تواصل تستهلك أكثر من تنتج، ما يهزك إلا الفلوس اللي عليك والفلاش هكا. والمنطق شو يقول؟ وكان ثم معناها سياسة عقلانية منطقية. أنا نكلم الشعب ونقول إحنا بذرنا وفهمت الله يعني استهلكنا اكثر من اللي يلزم معناها مقارنه بالانتاج، اليوم لازم نخلصوا ولازم نتحملوا شويه باش نرجعوا للوضعيه المعناها المقبوله. كي ما يتبعوكش التوانسه يا سي حسين، التوانسه باش يقول لك انا خلي التوانسه ما يتبعوش، البلاد تفلس وكا هو، وضح له فسر له قل له هكا،
اما بال 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 بالمنطق بالعقل وبالمعطيات زاد الرقميه زاد مش كان هيك كلام وكا يقول لك انا علاش انا نتحملها على ظهري انا كطبقه وسطى علاش احنا كنا سبب هذا كنا كل واحد بطريقته واهم سبب شنو هو اهم سبب مش وحيد خلينا من الامور بتاع الفساد ومتاع ملاه يعني الاحتكار كل امور ما يسكت اقتصادية هذه امور سياسية وورناها واجتماعية اما الامور الاقتصادية شنية علاش احنا وصلنا لهذا على خاطر من الانتفاضة التوى ولينا تهاون كبير في العمل مقارنة بالمطالب والمطلبية في حيث ملاه يعني تستهلك هذا هو راه والسياسة هذه كان بسطلاص لهك هاني قبلك مصير الهلاك خلي معناها انت وضح له قل له راهو اما نعملوا هكا ونضحيه شويه وكذا الغير وكل الفئات وكان نحب احنا نصلحوا روحنا نجم كل الفئات الاجتماعيه كل واحد معناها من جهته كل واحد منها يتحمل جزء من الحمل هذا سي حسين اكيد ثم امكانيه بس ما تتحملهاش فئه او فئات منها فقط كل الفئات الاجتماعيه كل واحد عنده طريقته ما ينجمش طريقته باش ينجم يتحمل جزء من يعني التضحيه اللي لازم تكون هي معناها الضامنه للنجاح بالاصلاحات اللي نعملوها. بالضبط حسين ما ينجمش المقترح اللي تقدم به رئيس الجمهوريه بعد جلسته مع مجموعه من الساده الجامعيين يقول لك ما نرفعش الدعم لكن نعوض بالضريبه. الضريبه تتعمل لا 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 لا. المقترح اكيد سمعت به هذاك. سمعته وما هوش في وقته بالكل. علاش؟ علاش؟ باش نقول لك علاش؟ اولا السؤال في اللي نحكيوا عليها احنا هذا نكرروا فيها هذا هي اللغه الشعبويه هذه هل فيها هذه تاع الغنيه اللي هما يتمتعوا بالدعم اولا هي شو تمثل في المجتمع هي ما تمثلش 10% فهمتي الحجم تاعها في المجتمع يعني انا ما هوش هي اللي متسبب في التضخم الرهيب للنفقات نتاع الدعم هي ممكن شويه معناها لكن مش ثانيا التجربه ورات انه ما عندناش طريقه سليمه في معالجه قضيه الدعم الا انك تخلي الدعم ما تنحيش شيء لكن الوزن والثقل على الميزانيه تتخلص منه تدريجيا بشوي بشوي يعني ايش معناه؟ تعمل مخطط 5 سنين 10 سنين انت الاطراف يتطبقوا في المده كذا وكل سنه يقع تقليص جزء ممكن يعني محتمل في معناها نفقات الدعم يعني مع الرفع التدريجي اما انك سامحني اكمل اما انك تخلي الدعم سنين وسنين ما تمسوش حتى يتضخم يعني علاش يتضخم هو؟ لان الاسعار نتاع المواد المدعمه ما يزيد والناس اللي تتمتع معناها الشعب يعني ما هو يزيد هي تعمل تتضخم تخليها هكا سنين وسنين وبعد كي توحل ما خاطرك تعمل في سياسه غلطه فوق راسك وتقول باش نحب نحاها هذا تخويف هذا معناها تحاها ضربه واحده يعني هذا تخويف لانك لازم تحدث لا فقط هزه اجتماعيه مش هزه عاد زلزال اجتماعي ولكن في نفس الوقت هذا الوقت الاقتصاد تهلكوا علاش؟ علاش تهلكوا الاقتصاد؟ يا اخي تو انت كيف باش تنحي الدعم؟ ما هو باش تزيد معناها الاسعار ولا اكيد اي وكي تزيد الاسعار يعني نزيد التضخم في بلادك معناها معناها انت القدره التنافسيه الضعيفه هي توا بتاعنا بتاع بلادنا زيد معناها تقصها تزيد معناها يعني تقلصها تزيد ضعفها ولذا ردوا بالنا ما نمشيوش للنقيض للنقيض بالضبط السياسه يلزمها تكون بمرونه وتتماشى مع الوضع نتاع البلاد شنو امكانياتها سي حسين سؤال اخير السي سي موا هذيا نتاع التصنيف تقلق ولا بطبيعتنا تعودنا على الشيء هذيا؟ ما سمعتش مليح التخفيض اللي تم الاعلان عليه نهار السبت على ما اظن للتصنيف الائتماني لتونس الى سي سي موا تقريبا هكا كما قالوا يقلق والا عادي تعودنا على الوضعيه هذيا قد بانيك ما يلزمناش ننزعزوا برشا لا 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 برهان هذا الاتجاه هذا اي خطير وخطير جدا باش نقول لك علاش على خاطر اذا كان تو ما زلتنا قراضه واحده فهمت يعني محكاك البيوس وموا وكذا يعني دو بلاش كما نقولوا فهمتني وقتها اذا كان صار هذايا اتجاه يعني سلبي مش ايجابي وقتها يلزمنا مفروض علينا مش معناها باش نختاروا باش نمشيو
ما يسمى نادي باريس. نادي باريس معناها نادي باريس شنو هو دوره؟ دوره باش تجي انت يقول لك اجلس ايوه واضح ايوه وباهي باهي الديون نتاعك راهو نعرضوا كلها جدول نتاعها ايوه لكن لكن كي تعمل العمليه هذه اغلبيه الصحه نتاع الاطراف اللي كنت تعمل معاهم ما عادش تعملوا معاك. واضح واضح. سي حسين الدماسي الخبير الاقتصادي وزير المالية السابق شكرا جزيلا لك. هذه ميسيون امبوسيبل بلغت نهايتها. نخليكم مع جيهان في الميتيو الفتاة الروسية العجيبة ما عاش عارفينها أنيسة توف في الأخبار وبقيت برامج إي إف إم أحلى راديو. ميسيون امبوسيبل